try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لافيديو جديد. في لافيديو ان شاء الله غنديرو تصحيح ديال امتحان وطني فقرة المتزايدات العددية وبالضبط تصحيح امتحان الوطني 2016 استدراكية. بالنسبة ل 2016 استدراكية فكانوا عطاو عليه ثلاثة نقاط في الامتحان الوطني. نبداو ان شاء الله نجاوبو على الامتحان كامل من أ حتى ز. فالمعطيات اللي كنا عطاها بها هذيك البلا بلا ديالها ما تتهمناش. اهم معطى تيهمنا في هذه المتتالية هو او ان زائد واحد. التعبير تاع ان زائد واحد عطاونا او زيرو يساوي جوج لكل ان من مجموعة تيهمونا جوج حوايج. تيهمونا كذا المعطى. المعطى الثاني هو هذا وهذا. اصلا هذا هو اللي تيعطينا زيرو لان المجموعة ان معرفة من زيرو حتى بلوس لانفينو حتى الحد الاول تاع المجموعة ان هو زيرو. شفت من زيرو. وكاين واحد الحالة أخرى لما نتصادف معها هي أن نجمة أن إطوال. فالحل الأول تاع أن نجمة هو واحد. دعوة على بركة الله. السؤال رقم واحد اللي كبين بالترجل أن أن أكبر من واحد لكل أن من المجموعة أن. فالسؤال شحال عليه؟ عليه نص نقطة في المواعيد السبعة. والطريقة باش نجاوبو عليه الطريقة اللي هي بسيطة جدا. فالبرهان بالترجل تمر من فئة ديال المراحل. راه الترجع تمر من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة تبقاو يتكرروا. المرحلة الثانية تتبدل من تعبير آخر. مثلا التعبير تاع 2016 ماشي هو نفسه تاع 2018 ماشي هو نفسه تاع 2003 ماشي هو نفسه تاع 2010. مش متفقين ولكن الفكرة الأساسية نفسها. باش نفهموا هاد الشيء ندوزو نجرو. فأول حاجة كل مرحلة عندها الشرطة ديالها. هذه المرحلة الأولى سنقولوا من أجل أن يساوي. أش عندك مجموعة أن ولا أن نجمة؟ مجموعة أن في الحد الأول تاعها هو زيرو وش نعرفوه هذا هو. من أجل أن يساوي زيرو لدينا وش نحط التعبير اللي تكون عاطيني كوبي كولي هو يو زيرو يساوي اثنان مالو أكبر من واحد. دائما تناخذ المنحة بحال نحيد الأن تناخذ المنحة. المرة الأولى تناخذ التعبير اللي تكون عاطينا هو بحال نحيد الأن تناخذ المنحة. عندك كبر خذ كبر عندك صغر خذ صغر. ودائما محققة فجوج كبر من واحد. ترجع تستعمل العبارة صحيحة من أجل أن تساوي زيرو. سالينا المرحلة الأولى ديال المرحلة الأولى تاع البرنامج الترجع. ندوز للمرحلة الثانية وندير لهم شرطة أو ندير لهم العلامة الزائد. تنفترضوا بأن هذاك الشيء اللي عطاونا راه فعلا صحيح. نفترض أن داك الشيء اللي عطاونا صحيح. يعني نفترض أن الآن صح كبر من واحد. ولكن الله يرضى عليكم ما تنساوش لي هذه النقطة. لكل آن من مجموعة آن عطيناك مجموعة آن ولا من آن لكم عطيناك آن مجموعة ولا نقول آن من آن مجموعة. أولا بطريقة رياضية تلقاوها مكتوبة على هذا الشكل. مهما يكن آن ينتمي للمجموعة آن. فهذه مهمة بزاف في مرحلة الاشتراك وبزاف شيء غمض عليه عينه وبالتالي تمشوا لي النقاط فيها. ولنبين ها أول حاجة في المتتاليات نعرف إيش من النوع عندي ديال المتتاليات. بالنسبة للمتتاليات اللي باش نشوفو امتحان الوطنية كاملة نلقاهم يا إما مكتوبين على شكل يعني مكتوبين على شكل أ أو أن زائد ب أو على شكل أ أو أن زائد ب على س أو أن زائد ت. فتلاحظوا أول ملاحظة فتلاحظ بأن في أن زائد واحد مكتوب على شكل النوع الأول. أفكار النوع الأول اثنان. النوع الأول ما تكونش فيه كسر وخا يكون فيه كسر فالكسر تبع العدد ولكن النوع الثاني تكون كامل كسر. هذا هو الاختلاف. فملي تكون عندك النوع الأول فأسهل طريقة نخدمو بها هي طريقة التقطيع. بالنسبة للناس اللي ما عرفوش التقطيع إن شاء الله يعرفوا معنا في هذا الفيديو. ولنبين أن أو أن زائد واحد كبر من واحد. يعني بحال كنشدد أن وكنزيدها واحد وخصني نبين أن كبر من واحد. فإذا اقترض بأنني نبين أن أو أن نقلب أو أن. فإذا اقترض أنني نبين أن أو أن زائد واحد كبر من واحد لو حل بينت أن أو أن أكبر من واحد. إذا هو البرهان بالطرج. نجي نمسح هنا باش نفصل لكم الطريقة بالتفصيل. أول حاجة تنطقم بها هي الافتراض ديالي. لدينا الافتراض تاعي شحال؟
عندي يو ان اكبر من واحد، الهدف تاعي واش نوصل؟ نوصل يو ان زائد واحد، هي عندي يو ان اش نصبح لها واحد على 16 وكيف تتم غادي تكلف؟ اذا جبنا نصبح لها في واحد على 16 ضرب هتولي هي واحد على 16 يو ان اكبر من ماشي نرجع واحد. طبعا حاجة في واحد على 16 هذا الضرب الرقم في واحد على 16 بحال ما درت شي لعبة مزيان. اش ماذا يكفي؟ تولي عندك واحد على 16 يو ان اكبر من ناش، فواحد على 16 في واحد هي واحد على 16 مزيان. هاني دابا بينيت الطرف واحد على 16 يو ان، اش باغي خاصني؟ نزيد 15 على 16، فنزيد 15 على 16 في الطرف اوتوماتيكمون نزيدو الطرف الاخر. شو كيفي؟ بان واحد على 16 يو ان ها كنا نزيدو هنا 15 نزيدو هنا 15 على 16 اوتوماتيكمون نزيد في الطرف الاخر تولي اكبر من واحد على 16 زائد 15 على 16. عرفتي زدت واحد الحاجه هنا اوتوماتيكمون نزيدو الطرف الاخر. هاد التعبير الشباب هو شنو هو هاد التعبير؟ فهاد واحد على 16 يو ان زائد 15 على 16 واحد على 16 يو ان هي شنو هي؟ ما هي الا على يو ان زائد واحد. هتولي يو ان زائد واحد اكبر من ناش. هاد النتيجه اللي دخلتو الكالكولاتريس عرفتين ندخلوا الكالكولاتريس باش نبان لكم ان الامر واضح بالنسبه بالاخص بالنسبه للاستعباط ليبر. ف يعني الامر تاعهم جا مبسيط كل شيء خصو يفهم. دخل اللعيبه الكالكولاتريس هي واحد على 16 بالنسبه للناس اللي ضبطوا الحساب تاعهم فهي راهم عارفين شحال تخرج مقسمه على 16 فالنتيجه تخرج هنا هي واحد اوب لانه عندي نفس المقام ندير جمع تاع البسط 15 زائد 1 اللي هي 16 16 16 هي واحد. وانا اصلا نسيت بغيت نبين وين نبين ان ان زائد واحد كبر من 16 فانا بينتها وبالتالي سالت المرحله الثانيه دوز المرحله الاخيره. اذا حسب البرهان بالترجب فان يو ان اكبر من واحد لكل ان من المجموعه ان وبالتالي نقول لكم نجاوبت عليه بالصحه والراحه. نص نقطة في المعامل سبعة ونص نقطة كان هذا الشيء غير يتعاود بصح حسب ورا ونزوج السؤال جوج بصح حسب ورا ورجع ليهم. ندوز دابا نكملو الأسئلة تاعنا. وصلنا للسؤال ب هذاك السؤال ب تحقق من أن يو ان زائد واحد ناقص يو ان تساوي هاد التعبير لكل ان من ان. هذا هو الطرف الأول تاع السؤال. الطرف الثاني تاع السؤال قال لكم ان المتتاليه بان تناقصيه. السؤال عليه نص نقطه فاربع نقطه بالنسبه لهذا السؤال واربع نقطه بالنسبه لاننا بينهم ان تناقصيه متفقين وعلى متقاربه. حنا نجاوبوا على باء ورجع للسؤال شي عموم ومعلاش عطينا التعبير بان زائد واحد ناقص بان باش نستنتجوا منه الرتابه ديال المتتاليه. شنو هي الرتابه؟ هي تعني واش تزايديه او لا تناقصيه. فعموما إلى حسبنا يو ان زائد واحد ناقص يو ان وخرج لنا تعبير موجب تنقولوا بان يو ان تزايديه. إلى حسبنا التعبير وقلنا بانه السالب ففي الحاله تنقولوا بان يو ان تناقصيه. نمشيو نحسبوا هذاك التعبير تاعنا اللي قالوا لنا وصلوا ليه ونكملوا ونجاوبوا على التناقصيه. الاشاره فقط في اسهل انواع تاع الاسئله هي الاسئله اللي فيهم تحقق يعني فيما تسمع او لا تقرا السؤال فيه تحقق عرف ان داك السؤال سهل وباسل بزاف. ندور على بركه الله. لدينا يو ان زائد واحد ناقص يو ان شحال تساوي؟ يو ان زائد واحد راه عندي ها هي ما نحتاجش بانني نجيبها من راسي هي واحد على 16 يو ان زائد 15 على 16. اش غنقص منهم؟ غنقص منها يو ان. بغيت نتحكم انا في اي تعبير تنوحي المقام فتلاحظ بان انا المقام واحد و 16 وهنا المقام واحد و 16 بينما انا ما نوحيش ليا المقام. اش ندير هنا؟ غنضرب 16 ونقسم على 16 بحال ما درت حتى شي لعبه. يا ولدي عندي المقام واحد هو شنو هو؟ هو 16 هاو فيها. من بعد واحد في ان شحال لي ان عندك زائد 15 بقى زائد 15 ناقص يو ان في 16 هي ناقص 16 يو ان. حنا راه الحساب عادي متفقين ما تندير حتى شي حاجه في واحد في ان يو ان هنا رديت عندك مقام واحد يبقى لك 15 هنا ناقص يو ان في 16
يعني كنسوق على الدور الاول ندلو المجهول، يعني الى ما قصرش في بي لا تساوي بي، لا تساوي لي من بعد مقام الرديجة المحل 15 نجي هنا نخلي 15 نحسب بي ان 15 ترونكي، يعني مكاينش معمل نحسبها متفقين. ندوز بي ان، عندي بي ان هنا وعندي بي ان هنا، فيكفي انني نحسب غير المعامل. شنو هو المعامل اللي حدا بي ان؟ هو واحد. وشنو هو المعامل اللي حدا بي ان؟ هو ناقص 16. واحد ناقص 16، يعني الناس اللي ما تيعرفوش يحسبوا هادشي انا نعطيهم الحل ديالي. فنمشي ناخذ غير المعامل، شنو المعامل الاول؟ هو واحد. وينقص ولا يزيد المعامل الثاني هو ناقص 16. شحال تعطيك؟ هي ناقص 15. غنمشي حط ناقص 15. ناقص 15 اش بي ان. فهمت؟ عندك اكس دير لي اكس، عندك زد كل زد، ولكن يكون التعبير نفسه. شتو تناخذ غير المعامل تحسبهم، زائد اش زائد 15. نجي نشوفوهم دائما خدام وعندنا النتيجه اللي باغينهم هما، باش بغاو لي فوق نعمل، بغاو لي نعمل بناقص 15، نعمل لي فوق بناقص 15، نعمل فوق بناقص 15. شحال يبقى لي فاطار بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش يعملوا؟ نعطي واحد الكاظم عندي هنا فياخذ التعب الاصلي، عامل ناقص 15 وخذ التعب الاصلي. هو شنو اللي هو ناقص 15 في ان زائد 15، ولكن ملي تاخذ التعب الاصلي تقسمه على شي عملتي به، باش عملتي بناقص 15 هي، واش انا تقسم على ناقص 15 على ايش؟ على 16. اما الناس اللي دارت الامور تاعهم فتبارك الله عليهم يمشوا يكملوا. شحال يبقى لك هو ناقص 15 عامل؟ هنا مشات لك ناقص 15 مع ناقص 15 في زائد، وقال لك بي ان. هذا التعبير ما تمحاش مع راسك. المسالمة الرسمية ماكينة الصابونة، أجي ماكينة الصابونة تقول لها الله يحفظك زائد 15 على ناقص 15، والله ما تكذب عليكم شحال عطاتكم؟ ناقص واحد. صافي، جي مباشرة ديال البروتوكول هي ناقص واحد. الناس اللي دارت الأمر ديالهم يجي من هنا ويدوز لهنا، عارفين التعبير على أش؟ على 16. من بعد تنخرج العدد، شوف لكن نعمل باش نخرج شحال يولي، يولي هو ناقص 15 على 16 عامل هذا اللي بقى ليا يو ان ناقص واحد. بلاحظوا ان هادشي اللي باغي نشوف ناقص 15 على 16 عامل يو ان ناقص واحد، متنخرجو ليهم. اذا يو ان زائد واحد ناقص يو ان شحال تساوي؟ هي ناقص 15 على 16 عامل يو ان ناقص واحد. وبالصحة والراحة، ربع نقطة حاليا فرق. ندوزو للطرف الثاني ديال السؤال، قال لك بين ان المتتالي يو ان تناقصي. فدائما كان عندك التعبير تبارك الله، ما كانش عندك خصك تسلط الحسبة واش معناها كتبين بانها تناقصية. انا التعبير ديجا حاسبو، ما نطرش بان انا باش نحاسبو، ارجع للصفر ونقول لدينا يو ان زائد واحد ناقص يو ان شحال تساوي؟ هي ناقص 15 على 16 عامل لي يو ان ناقص واحد. ما تنحط هذا التعبير تبدا تصور راسي ثلاثة الأسئلة، شنو هو اللي موجب؟ شنو هو اللي سالب؟ شنو هو اللي معرفش؟ اللي موجب راه باين، واللي سالب راه باين، واللي ناقص راه غالبا تكون الإشارة تاعو الوسط سالب، تكون يو ان وعاد في حالة سالب بحال متفقين بحال بحال هذا الطرف. نجي أول حاجة ناقص 15 على 16 ناقص 15 على 16 أنت أولا أنت ما تختلفوش مع راسكم بأنه راه سالب، التعبير كبير سالب عدد معروف ومعلوم. نجيو للتالي سالب موجب ما عرفناش، ملي كاين المسقوطات الوالدين ديال ناقص فما عرفناش، عقلوا على هذه الملاحظة. ملي كتكون المسقوط الوالدين تاع ناقص يعني ما عرفناش، وكنديرو شنو نعرفو؟ الرجع البرهان للترجع، حسب البرهان للترجع واش عندنا؟ عندنا يو ان أكبر من واحد، فنمشي نتأكد متفقين؟ فنمشيو نتأكدو هانتوما تبان ليكم باش للتأكيد فقط، هاهي كنجاوبنا عليها هنا، هاهي يو ان مالها أكبر من واحد، متفقين؟ يو ان أكبر من واحد، هنا نطلقنا، نقول لدينا يو ان مالها أكبر من واحد، ماذا تكافئ؟ تجي لهاد التعبير شكون اللي سالب؟ واش يو ان ولا واحد؟ واحد هو يو ان، يعني هاديك اللي تكون سالب هو اللي تنشونجي ليه البلاصة ديالو. يعني واحد كان هنا يجي هنا تبقى بي ان برونك في بلاصتها، واحد كان هنا موجب على الطرف الاخر يولي سالب مالو اكبر من الصفر، وبالتالي التعبير ما بقاش معرفش رافقين، يعني كيقول لك ولا موجب، وبالتالي هذا موجب وهذا سالب، وبالتالي التعبير كيكون سالب. ولدينا نزيدو عليهم ولدينا
ناقص 15 15 اصغر من الصفر، اذا يو ان زائد 1 ناقص يو ان اللي تساوي ناقص 15 على 16 عامل ليو ان ناقص ليو ان ناقص 1 مالها اصغر من الصفر. علاش؟ لان هذا موجب وهذا سالب، وهذا الموجب في السالب تعطينا سالب، وبالتالي انا نجي نكتب هنا ولا نمسح هنا ونجي نكتبها باش نبقاو محافظين على داك الشيء يكون مهنتك مرتب. وبالتالي فان الان تنافسيه وبالصحه والراحه، وبالتالي وبالتالي شغل في ان، وبالتالي بي ان كبيره تنافسيه تنافسيه بالصحه والراحه نص نقطه. ندوزو نسافرو ربع نقطه. في عرفتي شنو هي المتقارب؟ شي واحد يكون عمره ما قرا الرياضيات يجاوب على المتقارب، عمره ما نسى الرياضيات ولا ما عرف شنو هو الرياضيات. هذه راه عندك واحد المقوله قشدها او شديها، وبالتالي هو النقطه دائما عندكم مضمون. السؤال رقم جي، فاذا تكون واحد المثاليه متقاربه، تكون واحد المثاليه متقاربه اذا كانت تزايديه ومكبوره، تزايديه ومكبوره. فعقلوا في راسكم تزايديه تجي معاها مكبوره، تزايديه تجي معاها مكبوره. ندوزو إذا كان دالة تناقصية، تناقصية تجي معاها مصغورة، تزايدية تجي معاها مكبورة، تناقصية تجي معاها مصغورة. ففي الحالة أنا عندي الرتابة ديال بي إن كيديرة تناقصية، تناقصية أش قلت ليكم تجي معاها مصغورة. هادشي اللي نقول لدينا، لدينا بي إن تناقصية، تناقصية هو قلنا تناقصية تجي معاها مصغورة، ومصغورة بالعدد بواحد العدد. تقول لي هو كيفاش نجيب لك العدد؟ امر طيب وشي راه بسيط، غنمشيو لبرنامج الترجع. البرنامج الترجع هذاك العدد اللي تكون عندك في البرنامج الترجع هو اللي تاخذ. شنو العدد اللي عندك في البرنامج الترجع؟ هو واحد مكبورة بالعدد واحد. اذا الان مالها هو تقارير صفر واحد ربع نقطة. عقل على الملاحظة، التزايدية تيجي معاها مكبورة، باش مكبورة بداك العدد اللي كاين في البرهان بالترجع، أولا إلا كانت عندك دالة تناقصية، التناقصية تيجي معاها مصغورة، بإن عدد بداك العدد اللي كاين في البرهان بالترجع، وبالتالي نقول لكم بالصحة والراحة ربع نقطة. بحال الآن كبرنا على نقطة وربع، فمسح السبورة وندوزو نشوفو النقاط الآخرين، بقاو معايا. ندوزو دابا الجزء الثاني ديال المتتاليات. بالنسبة للجزء الثاني ديال المتتاليات تعطونا فان، تعطونا واحد التعبير فان، ها هو فين هو؟ هذا هو اللي تيهمنا في الجزء الثاني. قال لك فان يساوي ان ناقص واحد. بالنسبة للسؤال الف، قال لك بين ان فان متتالية هندسية اساسها واحد على 16. شتي بغيت نعطيكم الاساس، ديروا معاكم بايت بايت زوية، متفقين؟ واكتب فان بدل فان. السؤال شحال عليه؟ نقطة في المعامل سبعة، متفقين؟ يعني نقطة في المعامل سبعة، وما أدراك بالمعامل سبعة. فكيفاش الكود بي بالنسبة السؤال انفصل على جوج، يعني الطرف الأول تاع السؤال بي هو أنها هندسية، والطرف الثاني تاع السؤال هو أكتب في إن بدلالة إن. فملي تقول لي الكود اللي غنخدم به هنا هو تقول لي متتالية هندسية. كيفاش نبين أن متتالية هندسية؟ دائما يقول لك بين أن متتالية هندسية، رجع السطر قول لي نحسب في ان زائد ان. عموما باش تكون واحد المتتالية في ان هندسية تكافي اننا خاصنا نحسبو في ان زائد واحد، وخاصها تساوي ليا في ان مضروب واحد العدد كيو، والعدد كيو راه ينتمي الى ان، وتنسمو هاد العدد كيو كامل تنسمو هو الاساس. الاساس هنا اش قلت لكم عطاونا ديروا معكم بوات بوات زوين، لانه عطاونا الاساس هو شحال، هو واحد على 16، يعني هذا خصو يكون على 16. وفي ان راهي هيك، يعني اول حاجه نصيحه من عندي، تسمعوا بين ان متتاليه هندسيه، رجعوا للسطر وقولوا لي نحسب في ان زائد واحد. اش اللي نديرو؟ رجع السطر لي نحسب، لي نحسب في ان زائد واحد. نمشي للسطر في ان زائد واحد. شوف فاش الثاني 100% تاع لا باز، يعني لونتخ تاع الجواب ديالو هو هذاك، شحال قلت لكم؟ 100%. يعني الثاني هذا المعطى هو اللي نكونو خدامين به، متفقين؟ يعني ماشي ما نخدموش به، ما نخدمو بهم،
ولكن اللي عليه كل شيء هو الذئن. تلاحظوا اننا نجاوب عليه في هذا السؤال اسئله كامله نحتاج الذئن هو الابرز. دابا انا ما عنديش الذئن زائد واحد، عندك ربع العلامات مش حاطوا لهم الذئن زائد واحد، راه اللي تمشي حاط لهم الذئن زائد واحد نقول ليه ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها. هادشي اللي نقول لي نقول لك راه مشيتي فيها، متفقين؟ أنا هنا كاين الفرق ما بين الفئان وما بين الإيه، متفقين؟ أنا محتاج دابا نحسب الفئان زائد واحد، عندك شي واحد يمشي حاط هاي سالي، عندك شي واحد يمشي حاط لا علاقة بين الفئان، أنا ماشي محتاجها، أنا عندي الفئان سالي. باغي الفئان زائد واحد، غنشد الإيه اللي كاين هنا، غنزيد واحد. اوتوماتيك ممكن الاخر تاهو نزيدو واحد، نزيدو التعبير يقول لي هو يو ان زائد واحد ناقص واحد، و يو ان زائد واحد راه ديجا عندي ها هو عندي، يعني دابا نعاودو كنرجعو شحال هو واحد 16 يو ان زائد 15 على 16 ناقص واحد، اللي شحال يساوي لي هو واحد على 16 يو ان. وهذا التعبير يعني الناس اللي دارت الحساب مزيان عطيك هو شحال، عطيك هو ناقص واحد على 16. الناس اللي ما ضابطينش الحساب فيدخل هذيك العيبه في مكان الصابون بالاشاره ديالها، يعني هي زائد اش، انا تركز بالاشاره لانه كل ما تاخذش بالاشاره تصير غلط، 16 ناقص واحد الرجوله عطاتك هي ناقص واحد على 16، سكسبها كمان ناقص واحد على 16. تصور راسك شنو هو العامل المشترك ما بين الطرف والطرف، هو واحد على 16. اتعمل بك عامل مشترك حيت كاين هنا كاين فيها الطرف وكاين فيها الطرف، في الطرف الاول عملت بواحد على 16 شحال يبقى لي؟ يبقى لي اثنين، في الطرف الثاني عملت بواحد على 16 يبقى لي ناقص واحد. رجع الناس اللي ما ضابطينش التعميم فرجع للسطر ودير هاد العيبه، باش عملنا حنا باش عملنا عملنا بواحد على 16 شايف هنا يا سيدي. واش قلت لكم باش نبدا التعبير الاصلي تنكتبو كما هو، شنو التعبير الاصلي؟ هو واحد على 16 في ان ناقص واحد على 16، وهذاك الشيء اللي عملت به هو اللي تنقسم عليه، يعني عملت بواحد على 16 واش انا عملت بواحد على 16. هنا اش يوقع؟ مشات لي واحد على 16 خفيت زائد واحد على 16 خفيت زائد شحال يبقى لي؟ في ان مزيان عارفين التعبير على نفسه شحال يبقى لي؟ هو واحد ونعاود ناقص عارفين ناقص واحد. وبالتالي التعبير واش ناهو هذا التعبير؟ الاي ان ناقص واحد ما هي الا عباره عن الفئان، وبالتالي كون كتبت علاش كتبت حسبت الفئان زائد واحد ولقيته فئان مضروب في واحد العدد او العدد مضروب في واحد الفئان، لان الضرب تبادلي ما عندكش معاه مشكل. فهمت صحيح الفصل باش نجي نكمل، نجي نكمل هنا اللي يساوي شحال هو واحد على 16، وقلنا لك التعبير واش ناهو في الفئان. في الوقت الاخر لقيت الفئان في واحد العدد وهذا واحد العدد في الفئان، فترجع تصدر تقول اذا فئان متتاليه هندسيه اساسها كيو يساوي شحال واحد على 16، هو اصلا بيقول لك هو واحد على 16 هو واحد على 16. قال لك دابا شوف الفئان بدلاله في حاله ان عندك متتاليه هندسيه وبغيت تكتب فئان بدلاله الان، فنعطيك محل عيبه كتابة الفئان بدلالة ان في المتتالية الهندسية. أولا على واحد المصطلح آخر كيتسمى الحلال، يعني سمعتوا كتابة الفئان بدلالة ان أو سمعتوا الحد العام، الحد العام الحد العام هو كتابة الفئان بدلالة ان، ولكن غالبا تكتبوا لنا الفئان بدلالة ان بعد مرات بعد التمارين او بعد السلاسل او بعد تبقاو اكتبوا الحد العام، يعني هو كتابة الفئان بدلالة ان. فكتابة الفئان بدلالة ان عندنا جوج، يعني اما نكون خدام على مجموعة ان اما نكون خدام على مجموعة ان نجمة. فإذا كنت خدام في مجموعة ان فالفئان مباشرة يساوي هو في زيرو فاش في الاساس اس ان، اما اذا تخدم على ان نجمه ففئان في الحاله يساوي ربوع في واحد فاش في كيو اس ان ناقص واحد، فهنا نورمالمون خاص ندير ناقص زيرو ناقص الحل عفوا، وبالتالي ان ناقص زيرو غتبقى هي ان عاقله. اذا تخدم في مجموعه ان نطبقوا العلاقه
خدام على مجموعة أن نجمة تخدم هاد العلاقة. أنا فاش خدام؟ خدام على مجموعة أن وبالتالي طبقت هاد العلاقة. رجع ستاندي لدينا في أن مدى هندسية أساسها شحال؟ أساسها كيساوي شحال؟ 1/16. إذا نجي نطبق العلاقة. إذا في أن شحال تساوي؟ هي في زيرو فاش؟ في الأساس فيه هو شحال عندي في الحالة؟ هو 1/16 أس أن. بحيث مش نحسب في زيرو. تقول لي هو في زيرو ما عندناش، عندك شي راه كاينش علامة باش تحطوا لي مدار أنتي من جوج زيرو. كاين بعض العلماء تيجيو يحطوا لهم في زيرو ويجيو لهم راه هي اثنان. فهذا ما نصيبش صحيح. لا أتحمل مسؤولية هذا الشيء. في زيرو دابا نرجعوا لهي اللي قلت لكم عليها كل شيء، هذه اللي عليها كل شيء، متفقين؟ هي عندك في ان تشد ان ونعوضها بزيرو، تنشد ان ونعوضها بزيرو. وبالتالي ان عوضتها بزيرو، وكان اللي كاين هنا نعوضها بزيرو، شتولي؟ تولي هي اي زيرو ناقص واحد. واي زيرو اللي بلا رجع عندك البلية، اي زيرو راه ديجا عندك في النقطة هي جوج. وجوج ناقص واحد تساوي واحد. يعني ان في زيرو شحال يساوي؟ واحد. اي ان في ان ماذا يساوي؟ هو واحد، يعني في زيرو عوضتها بلا كان تاعو فاش؟ 1/16 أس ان. إذن في ان شحال تساوي؟ واحد في أي حاجة تعطينا نفس يساوي هو 1/16 أس ان. وهذه النتيجة النهائية هي كتابة في ان بدلالة ان. كتابة في ان بدلالة ان. طبعاً ونختم النقطة تاعي بكل سهولة. فمش حسب ورقة وندوزو للسؤال الآخر. مش حسب ورقة لكم. الآن تساوي نقدو الواحد، الواحد راه تنقسمو على الموضوع هو يسمح لي منو، تساوي هي واحد زائد 1/16 أس إن، أو لو بعد مرة تلقاو مكتوبة تقول لك اكتب يو إن بدلالة إن، لكل إن من إن تقدر تحدد بيئات متتالية يو إن، السؤال فيه جوج أسئلة، الطرف الأول والطرف الثاني، وبجوجهم فيهم ثلاثة ديال السطور، بجوجهم شحال فيهم؟ ثلاثة ديال السطور. ثلاثة ديال السطور. فأول حاجة دائما نرجع نقول ما تنجب على النقطة الثانية بالنسبة للجزء الثاني، الديبار تاع النقطة تقريبا كامل تكون هو في ان. لأنه مش باغي القيمة ديال يو ان، ولكن بدل الان أنا ما عنديش القيمة ديال يو ان، متفقين؟ ما عنديش القيمة ديالاش ديال يو ان، وبدل يو ان منين نجيبها؟ نجيبها من في ان، هاي في الكاينة. فأول حاجة نقول لك ما تكلقش، لدينا في ان شحال تساوي التعبير يو ان. ناقص واحد. من تنحط التعبير في الصور راسك، واش في ان فهنا واش موجبة ولا سالبة؟ إذا كانت موجبة خليها تدي في بلاصتها، كانت سالبة بدل ندير بلاصة باش تولي موجبة، لأن في ان باغي نوما كي دايرة إشارتها موجبة. نجيب نشوف في ان هنا موجبة ولا سالبة؟ موجبة، وبالتالي داك الشيء نحيها ونحطها في الآخر، تو كافي. هنا نخلي في ان عندك ناقص واحد، نجيب الطرف الآخر يولي هو زائد واحد، ماذا يساوي؟ يو ان. طافي. دابا بقى لي خطوة واحدة ونجاوب عليها. عندي ديجا في ان بدلالة ان، ولدينا بقى لنا جاوبنا على السؤال، ولدينا في ان بدلالة ان واش خرجنا لنا في السؤال السابق هو 1/16 أس ان. إذا يو ان أش نعرفو؟ واخا أنت كتبت على اليمين فعموما كاين عندك أ تساوي ب، ماذا تكافي؟ أن ب يساوي أ، يعني التساوي تبادلي، يعني داك الشيء اللي جبتو هنا ونحتو هنا وداك الشيء اللي نحتو هنا ونحتو هنا بحال بحال تبقى التعبير نفسه. إذا تكفي أن شحال تساوي؟ في أن نعوضها بالقيمة تاعها، في أن شحال عندي؟ هي 1/16، 1/16 أس أن زائد واحد. هما أش باغيين؟ باغيين 1 + 1 سهلة، الجمع تبادلي، وبالتالي يو ان تساوي هي واحد، يعني بالدرجة الأولى ما عنديش مشكل، فا زائد ب تساوي ب زائد ا، ما عنديش مشكل مع الجمعية 1 + 1 = 16 أس ان لكل ان من مجموعة ان. السلام عليكم. تال هنا جاوبت على ربع نقطة، هذه هي ربع نقطة. ندوزو لنص نقطة، كيفاش نحدد لاليميت ديال المتساوي؟ لاحظتوا ما قالوش لي لاليميت فين، واش بجوار مولان فيني ولا بجوار زا ولا بجوار بلوس لانفيني. دائما لاليميت ديال المتتاليات معرفه على بلوس لانفيني. هذا الشيء علاش ما تعرفوناش هما اللي استاوا، متفقين؟
دائما ان حتى انا نخدم على مجموعه ان فان عندي لست اولاد ان صغيره لست اولاد تقولي لا بلس ناخين نجاوب على السؤال هذا هو لدينا لا ليميت ديال ان تساوي لا ليميت تقول لي اين اين نحط فسال حضرتك تعدي ان بدلاله ان ام ان بدلاله ان في ان بدلاله ان هي ان بدلاله ان شحال تساوي تساوي 1 زائد 1 على 16 الحالة المثالية عندها سي تمشي نهتم بهذاك الشيء اللي مرفوع بالسين فداك الشيء اللي يكون تكون مرفوع بالسين نجي نشرح لك هنا يعني علاش يتسمى تسمى هو الأساس هو كي فداك كي عنده جوج قيم يا إما يكون محقق هما عندهم أربعة قيم ولكن الجوج هما اللي كنحتاجو ما بين ناقص واحد واحد أولا كي يكون أكبر من واحد فإذا كان محصور هذاك الأساس يعني كي مرفوع محصور ما بين ناقص واحد وواحد في هذه الحالة تنقولو أن لا ليميت ديال كي أس إن تساوي زيرو أما إذا كان هنا راه أصلا أكبر من واحد مش زيرو أما إذا كان داك كي أساس أكبر من واحد تنقولو في هذه الحالة أن لا ليميت تاع كي أس إن تساوي بلوس إنفين تمشي ناخد داك الشيء اللي مرفوع أس إن وشحال هو واحد على 16 تمشي تحل على 16 باش ندخل لماكينة الصابون هاهي واحد على 16 شحال تساوي هي 1 على 16 ولكن ناخذ بالفاصله تنورق على الرقم 6 وكافي عندي اوب هي شحال هي 0.625 ومتى نسول راسي واش هذيك 0.625 واش محصوره ما بين ناقص 1 و1 اولا اكبر من 1 محصوره بين ناقص 1 و1 وبالتالي لا ليميت تاع الشيء مرفوع اس ان شحال يساوي 0 شحال يبقى لي كتبقى لي هو 1 لا تساوي هي 1 زائد 0 لا تساوي 1 لأن واحد على 16 منه محصور ما بين ناقص واحد و واحد إذن أي أن أي أن لا ليميت هذاك الشيء مرفوع أس إن لا ليميت واحد على 16 أس إن شحال تساوي زيرو إذن لا ليميت ديال يو إن شحال تساوي هي واحد وبالتالي شحال من خطوة جاوبت عليها واحد جوج ثلاثة شو الآخر في الآية هو هادي راه ديجا محسوباش هادي واحد جوج ثلاثة أربعة تكون النتيجة واش متفقين على المثاليات السهلة كان معكم أخوكم سفيان ما تنساوش إلا استفدتو بارطاجيو مع الرفاق تاعكم باش تاهما يستافدو ونتلاقاو في الفيديو الجاي وما تنساوش تشاركو التعليقات تاعكم بكل ارتياحية وتفاعلوا معنا في موقع التواصل الاجتماعي نتلاقاو في الفيديو الجاي.